للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين الكاتب الصحفي كمال ريان. برحب بحضرتك في برنامج خبر اليوم. أهلا وسهلا، مساء الخير. في البداية، هل اجتماع اليوم كان خصيصا لمناقشة المواد الخام الخاصة بتصنيع الدواء فقط؟ الحقيقة طبعا هو الاجتماع بالفعل كان بيتابع تصنيع الأدوية، خاصة أو المحور متعلق بتوفير المواد الخام لتصنيع الأدوية. حضرتك عارفة طبعا مصر حاليا يعني في توجه مصري وفي خطط بدأت وإجراءات لتوطين الصناعة بشكل عام، خاصة طبعا الصناعات الاستراتيجية أو المهمة مثل صناعة الأدوية. عشان كده في اجتماعات مستمرة برئيس الوزراء لمتابعة آخر مستجدات دائما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، وخاصة طبعا توطين صناعة الأدوية. أيضا يمكن احنا بنتكلم عن توفير الخامات اللازمة لتصنيع الأدوية، بالتأكيد طبعا رئيس الوزراء بيتابع أيضا موقف توافر الأدوية إلى جانب توافر الخامات اللازمة للصناعة. رئيس الوزراء أيضا كان بيأكد على ضرورة تدبير الخامات للمصانع بصورة مستمرة، أكد أيضا أو أشار لجهود الدولة للإفراج عن السلع والبضائع اللي موجودة في المواني. يمكن احنا ايضا متابعين من خلال يمكن اللقاءات اللي بيعقدها السيد الرئيس وتصريحات رئيس الوزراء عن جهود الحكومه للافراج عن السلع والبضائع الموجوده في المواني والموارد الكبيره اللي بتخصص لذلك. بالتاكيد طبعا مستلزمات الانتاج من اهم البضائع او السلع الموجوده اللي بيتم الافراج عنها، لان طبعا دي ضروريه للصناعه، وخاصه طبعا المواد الخام اللي هي بتدخل في صناعه الادويه. استاذ كمال، لو تسمح لي، يعني ما اهم التوجيهات التي اصدرها السيد رئيس الوزراء اليوم بشكل محدد؟ يعني النهارده يعني رئيس الوزراء في خلال المتابعه كان في توجيهات بضروره تعزيز مستلزمات التصنيع المحلي للمواد الخام اللي بتحتاجها مصانع الادويه. طبعا اشار لاهميه ذلك لتخفيض فاتوره الاستيراد، لان طبعا التصنيع المحلي للادويه ده بيخفض فاتوره الاستيراد وبيخفض الضغط عن العمله الاجنبيه اللازمه للاستيراد. وكان فيه كمان متابعه للشراكات اللي بتتم مع تحالفات مع شركات دوليه فيما يتعلق بتصنيع الادويه، وفي توجيهات بالاسراع في اتخاذ كل الخطوات اللازمه لسرعه توفير المواد الخام وسرعه المضي قدما بقوه في تصنيع الادويه المحليه. اكيد الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.